السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم الآن السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بشكلها الجديد. السيارة تحتوي على محرك سعة 1500 سي سي، والمحرك يحتوي على عمود علوي مزدوج مكون من 4 اسطوانات من خلال 16 صباب، مع خاصية التوقيت الديناميكي المتغير للصباب DVVT وشاحن توربيني يعطي قوة حصانية قدرها 149 حصان، وذلك عند 5000 لفة في الدقيقة، وعزم يبلغ 255 نيوتن متر، وينقل الحركة ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT بالإضافة إلى مبدل سرعات في المقود. السيارة بها مثبت سرعة وتحكم إلكتروني في الثبات وعجلات ألومنيوم مقاس 17 ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام مراقبة ضغط الإطارات ووسائد هوائية جانبية للسائق للفئة الثانية والثالثة والراكب الأمامي، أحزمة أمان ذات نقاط تثبيت ثلاثية، فرامل انتظار إلكترونية للفئة الثالثة، نظام الفرامل المانعة للإغلاق، التحكم الإلكتروني في الثبات ونظام التحكم في الجر ونظام مساعد للفرامل ونظام توزيع قوات الفرامل. والسيارة أسعارها كالآتي: الفئة LS ب310,000 جنيه، والتي ب340,000 جنيه، وبريمير 5 كراسي ب360,000 جنيه، وبريمير 7 كراسي ب380,000 جنيه. شكرا لكم ولدعمكم الدائم لدى كارز ماركت، قناة السيارات الأولى في مصر. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على رقم 02-330-42173. ونضيف بعض المواصفات الآتية: الشاشة اللمس مقاس 8 بوصة ومقاعد من الفرش الأسود وسماعات صوتية وعجلة قيادة متعددة الوظائف والتحكم في التكييف للصف الخلفي ودخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح بداية من الفئة الثانية وفتحة سقف ومقاعد قابلة للتعديل في 6 اتجاهات ومرايا قابلة للطي الكهربائي وكاميرا خلفية وكذلك تثبيت مقاعد الأطفال. تتميز الشيفروليه الكابتيفا الجديدة بمظهر عصري وأنيق، إضافة إلى تقديمها ب7 مقاعد مريحة وواسعة تقدم تجربة قيادة وركوب لكل من هم على متنها من خلال المزايا التكنولوجية والحماية والأمان المتوفر بها. لا تنسونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس والمشاركة مع الأصدقاء والمشاركة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للدعم. ولمزيد من تقديم الفيديوهات بإذن الله سيتم الفترة القادمة تطوير القناة تطويرا جذريا، وذلك بفضل مساعدتكم. شكرا لكم. كارز ماركت.